وللحديث أكثر حول تقرير البنك الدولي ينضم إلينا من الرياضة عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بك سيد عصام. توقع البنك نموا كليا لدول الخليج ب 2.6% خلال هذا العام، هل أخذتم بعين الاعتبار متحورات كورونا الجديدة وأيضا تقلبات أسعار النفط ضمن توقعاتكم لمسار النمو لاقتصاديات الخليج خلال هذا العام وأيضا العام القادم؟ مرحبا استاذ عبد الله. نعم، نحن هيدا التقرير طلعوا النتائج تبعه بنص الشهر الماضي. نحن اخذين المخاطر اللي موجوده هي من التحور، يعني كان عندنا بقلب التقرير انه في عندنا مخاطر للنمو الاقتصادي اللي هي اكثريتها جايه من المتحور معقول يطلع من بعض البلدان. هلا لحديث هلا ما عندنا غير الارقام اللي اعطيناها اللي هي 2.6% لمنطقه دول الخليج. التقرير حذر من ارتفاع فاتوره الاجور في الخليج، ما هي الحلول المطروحه من قبل البنك وكم من المفترض ان تكون نسبه الاجور من ميزانيات الدول؟ نسبة الأجور بالقطاع العام ببعض البلدان تبع مجلس التعاون الخليجي هي عالية نسبيا، يعني اليوم الفاتورة بالنسبة للإنتاج الإجمالي تبع البلد هي عالية، بالنسبة للنفقات اللي موجودة بالبلد هي عالية، يعني الاستدامة بهالمنطلق بالأجور تبع القطاع العام هو كتير كبير، وفي بعض البلدان مش معقول تقدر تكفي هيك. ما عندنا نحن طروح حلول معينه لانه كل بلد عنده ميزته بالنسبه لشو معقول تكون الحلول، بس المهم هون انه الحل ما راح يجي من محل واحد، يعني الحل راح يجي اكيد من بعد الرؤيه ل 2030، هون رؤيه ل 2035 بالكويت او بالامارات. الحل يعني هو بالقطاع الخاص، بنمو اكثر بالنسبه للقطاع الخاص، بتحديث الاصلاحات بالنسبه للقطاع العام والاستفاده من الموارد اللي موجوده اليوم واللي عم تعطي دفع مالي جديد بقلب دول الخليج لحتى تكمل تطوير الاقتصادات والاصلاحات اللي عم بتصير بوتيره اسرع لحتى تنوع الاقتصاد بشكل منتج من ناحية القطاع الخاص اللي هو لازم يكون العجلة الأساسية للنمو الاقتصادي بالبلد. هلأ نحن عم نشوف انه في اصلاحات كتير مهمة عم بتصير بكتير من دول مجلس التعاون الخليجي، وهيدا الشغلة كتير مهمة. واليوم مع ارتفاع أسعار النفط، يعني بالنسبة للسنة الماضية منشوف انه في عندهم مجال كتير ليقدروا يسرعوا ويثبتوا انه هالاصلاحات هي اصلاحات جدية ونحن مكملين فيها لتنويع الاقتصاد ولنقل قسم كبير من اقتصاد الدول مجلس التعاون الخليجي من القطاع العام للقطاع الخاص. كيف ينظر البنك للتضخم العالمي بشكل عام؟ وهل هو مؤقت أم سيستمر لوقت أطول؟ وهل المعدلات المحلية لدول الخليج تعتبر طبيعية بالنسبة للتضخم؟ التضخم بمنطقة دول الخليج منا عالي نسبيا، هون اللي شفناه بمنطقة دول الخليج أكثر شيء عليت بالسعودية، وهي لأنه الضريبة على المضافة يعني اللي صار فيها علاوة من 5% إلى 15%، بس هيدي رح تكون على المدى الكتير قصير، يعني بالنسبة لنا السنة الجاية اللي عم نشوفه انه التضخم بمنطقة دول الخليج رح يكون التضخم مقبول. هلأ التضخم العالمي اللي عم نشوفه اكيد هيدا كله ناتج من الناتج الإجمالي اللي عم بينمى بشكل سريع حول العالم، بس مثل ما حكينا بالأول إنه اللي عندك اليوم مخاطر كتير قوية يمكن ترجعنا لنمو أبطأ من اللي توقعني بس من شهر مش من أكتر. يبدو أن بقي لدينا 40 ثانية سيد عصام، هل
يمكن اعتبار أن الخصخصة أحد الحلول المطروحة لمعالجة ارتفاع فاتورة الأجور في دول الخليج؟ وباختصار لو سمحت. لا، الخصخصة لوحدها أكيد منا حل. الخصخصة فيها تكون قسم من حل متكامل. يعني اليوم عندك كل القطاع الخاص لازم يتطور، عندك العمالة والاستراتيجية العمالة بالمنطقة، عندك الدعم الاجتماعي للفئات اللي معقول يعني يكون عندها تضرر من عمالة أقل في القطاع العام، وعندك كمان رأس المال البشري اللي لازم ينشغل عليه، اللي كل دول مجلس التعاون الخليجي عم يشتغلوا عليه لحتى نحضر جيل الشباب والجيل الموجود اليوم للعمل تبع المستقبل والعمل بالقطاع الخاص اللي هو لازم يكون عمل إنتاجي. يعني الخصخصة لوحدها منا الحل، بس فيها تكون قسم من الحل. عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.